فلترتل المرأة للقرآن أمام الرجال أو على أسماع الرجال، ولو بالتليفون، ولو أن تسجله مقطع صوتي. الآن أكثر المرأة تلبس ما يسمونه الحجاب وتكشف وجهها، وقلنا المسألة خلافية، وإن كنا نرى وجوب تغطية الوجه وتضع المكياج، هذه والله ما هي مسألة خلافية، والله ما هي مسألة خلافية، والله حرام. يتبرجن بالزينة سواء قالت مكياج خفيف ولا مكياج ثقيل، وترسم عينيها، قالت أنا ما وضعت شيء بس رسمة. وتحدد شفتيها بنفس لون الشفة لكن تحدده، هذا والله يا أخوة حرام. يغشون بنات المسلمين، يغشون نساء المسلمين. الوجه الذي قال بعض أهل العلم بكشفه هو الوجه المعتاد الذي ما عليه زينة، أما التبرج بالزينة فحرام. الآن يخرج بعض بنات المسلمين وقد وضعت الزينة على وجهها وتقرأ القرآن بصوت رخيم، وللأسف اليوم يقرؤون بلحون المغنين، وهذا يجمع السلف على منعه، أن يجعل القرآن كالغناء على طبقة الغناء على لحن الغناء، حتى أنهم يشيرون إليهم بحركات الغناء. حرام. أطبق السلف الصالح رضوان الله عليهم على منعه، وتأتي البنت ربما بنت 18 ربما بنت 20 وتقرأ القرآن ومصور وينشرونه. الله، الصوت الرخيم، صوت لن تسمع مثله، أعوذ بالله، ماذا بنا؟ شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما سئل عن إخراج أصوات النساء في تلاوة القرآن في إذاعات القرآن قال ما يجوز، وبلغوهم أن هذا ما يجوز، لا صورة ولا ولا. طيب، هل يدخل ترتيل القرآن في صوت المرأة الممنوع أم أنه يدخل في صوت المرأة المسموح؟ نص كثير من الفقهاء على أنه يدخل في صوت المرأة المحرم، فيحرم عندهم على المرأة أن ترتل القرآن على مسامع الرجال الأجانب. وأما القراءة العادية بدون ترتيل وتليين صوت وتغن فلا بأس بها عند الحاجة، كأن تقرأها المرأة على شيخ من وراء حجاب. قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي. أما اسمعوا كلام الشيخ،
أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار والمد، وهذا هو التجويد. ويأتي قوله عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. إذن هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن. قال: فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقا، سواء بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون. وأما شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل فقد سئل هذا السؤال، وأنا أنقل لكم العلم: ما حكم قراءة الطالبات القرآن مرتلا عند الأستاذ، وذلك لغرض تعلم التجويد؟ هذا إذا صاحب القراءة جمال صوت وحسن ترتيل. هكذا السؤال. فقال الشيخ: لا أعلم بذلك بأسا، لا أعلم بذلك بأسا، وليس داخلا في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لأن هذا من باب التعلم، والقرآن يحتاج إلى تجويد وترتيل وحسن صوت، فلا مانع منه في باب التعلم، فلا مانع منه في باب التعلم. وإذا تيسر أن تقرأ المرأة على امرأة فهذا أفضل وأكمل. إذن الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى حرمة ذلك ولو في باب التعليم، والشيخ ابن باز رحمه الله يرى جواز ذلك في باب التعليم وليس في باب يعني النشر ونحو ذلك. قلت: لا شك أنه إذا وجدت الفتنة أو خوف ثورانها لوجود ما يدل على ذلك أن هذا حرام. وأما إذا أمن ذلك وكان ذلك في باب التعلم بحيث يسمع الشيخ فقط لضبط التجويد فلا بأس به إن شاء الله، وما عدا ذلك فحرام، وما عدا ذلك فحرام. ومما يحرم ويجب الحذر منه حذرا شديدا التبسط بين الشيخ وتلميذاته في قراءة القرآن وغيرها. مما لاحظناه وجود التبسط بين الأشياخ والتلميذات ولو عن طريق ما يسمونه عن بعد. ومن أقبح ذلك تبادل المضحكات بين الشيخ والتلميذات. هذا حرام ومثار فتنة وخيانة للأمانة ويجب الحذر منه.
بلغني أن شيخا يدرس النساء القرآن، وجاءته إحداهن بشراب حار اسمه يانسون، وبعض الناس يقول ينسون ينسون، فقالت له: يا شيخ هذا ينسون. قال: ينسون ولا يتذكرون؟ ما يجوز ما يجوز. وبعض المشايخ يتبسط في المسائل ويذكر أشياء مضحكات ونحو هذا، هذا ما يجوز، يجب الحذر منه حذرا شديدا. يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان. والتساهل يجر إلى التساهل، ولا بد. ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، فكيف إذا كان حراما؟ أنا أقول هذا لإخواني جميعا: الأصل أن لا يدرس الرجل النساء، وأن تستغني النساء بالنساء ما أمكن إلى ذلك السبيل. ونحن نتكلم عن خصهن بالدرس، أما تابعات فهذا كان يحصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما خصهن بالدرس فالأصل السلامة، إلا إذا كان عند الشيخ ما لا يوجد عند غيره من النساء، أو لا يوجد من يحل محله في العلم من النساء، فلا بأس أن يخص النساء بدرس من وراء حجاب، لكن يتقيد فيه، كما يقول العامة، أن تكون المعاملة رسمية. ما يمشط اللحية ويجعلها يعني على غير المعتاد ويعني تهندم كما يقولون، يكون مثل عادته مع الرجال، مقربع مثلي، ولا يتبسط في الكلام. لا ينبغي أن يجعل مجال الخير وسيلة للوقوع في الشر. قلت هذا بالمناسبة لما ذكرنا ما يناسب هذا.